نروح بقى لخبر آخر. امبارح نادي الزمالك تلقى خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الاتحاد طالب نادي الزمالك بإرسال قائمة بال 18 لاعب اللي من المفترض ان هم هيتوجهوا يعني هيواجهوا فريق الترجي التونسي في السوبر الأفريقي قبل 15 يوم من موعد اللقاء اللي اتحدد انه هيكون في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير اللي جاي. الموضوع ده طبعا أشعل أزمة أكتر، خاصة مع رفض نادي الزمالك، وده كانت يعني تصريحات رسميه خرجت من نادي الزمالك انه مش هيذهب للعب هذه المباراه في قطر. تصعيد الموقف اتصعد، يا ترى موقف الاتحاد الافريقي ايه، وهل هيكون في عقوبات او بشكل او باخر على الزمالك؟ خلونا نعرف اخر المستجدات في القصه دي من الاستاذ محمد مصطفى الصحفي بموقع يلا كوره. استاذ محمد صباح الورد. صباح الورد عليك استاذ صباح اسامه، الورد. وصباح الورد عليك يا مها، وصباح الورد على كل المشاهدين. الحقيقه انه ازمه نادي الزمالك مع الاتحاد الافريقي بخصوص المباراه، الاتحاد الافريقي ارسل خطاب، والخطاب ده خطاب اعتيادي لانه المباراه زي ما احنا عارفين هتقام في قطر وبتنظيم من الاتحاد الافريقي، وطبعا الرعاه هم اللي هيتحملوا تكلفه السفر التنقل هناك والاقامه، فبالتالي في حجز فنادق وفي حجز طيران وتاشيرات وخلافه، فبالتالي هو ده خطاب اعتيادي بيرسله الاتحاد الافريقي دي سواء للجانب التونسي من نادي الترجي التونسي او نادي الزمالك من الجانب المصري في مباراه السوبر من بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه. نادي الزمالك تلقى الخطاب، والحقيقه انه انا عايز اقول لك على حاجه، انه الاتحاد الافريقي لما قرر انه في اجتماع المركز التنفيذي بتاعه ان مباراه السوبر وصدق على ان مباراه السوبر تقام في قطر، ده قرار رسمي طلع من الكاف، لم يصدر اي قرار اي خطاب رسمي من نادي الزمالك لموجه للكاف للاعتراض على اقامه المباراه في ذلك المكان، وانما هي كلها تصريحات اعلاميه صادره من نادي الزمالك بان احنا مش هنلعب المباراه في قطر، بل وكمان ترك الباب مفتوح امام الدوره بتصريحات رسميه من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي قال فيه انه انا سايب الموضوع في ايد الدوله، لو الدوله تسمح لي ان انا اروح العب هناك او الدوله شايفه ان انا المفروض اروح العب هناك هروح العب هناك، ولكن بالنسبه لي انا لا مش هروح العب في دوله قطر المعاديه لمصر. ده طيب استاذ محمد، يعني بشكل بقى يعني يكون احترافي اكتر، هذا المشهد اللي حضرتك شرحت الملابسات بتاعته ووضحتها انه النادي اعترض ولكن بشكل غير رسمي من خلال وسائل الاعلام او اداره النادي، نعم. يعني ان هي مش عايزه تشارك في ارض معاديه لمصر، ده نعم. من وجهه نظر حضرتك وبتجرد شديد، هل ده يعتبر تسييس للرياضه؟ يعني السياسه دخلت كده في الكوره، ولا ده موقف تقييمه ايه يعني من وجهه نظرك؟ بص، الحقيقه هو الموضوع جدلي جدا، حصل قبل كده ان في مواقف سياسيه بتحصل ما بين بعض البلاد، ومثلا زي ما بتشوف في دوري ابطال اوروبا مثلا بيتم تجنيب مواجهات الفرق الاوكرانيه امام الفرق الروسيه، بس في مرحله معينه مثلا، يعني وان كان دي ما حصلتش هنوصل المباراه النهائيه، فطبيعي ان فريق روسيا يقابل الفريق الاوكراني لانه خلاص مفيش غيركم بقيا، ولكن دي ما حصلتش، ولكن بيبقى في بعض الاوقات الامور السياسيه اللي ربما يتم التوجيه فيها، زي ما كان في مثلا وقت من الاوقات المشكله الايرانيه السعوديه في مباراه ايران والسعوديه او مباراه الفرق الايرانيه ومباراه السعوديه، لا تقام على ارض الفريقين ولكن تقام في ارض اخرى، ولكن لما الامور السياسيه بدات اكثر انضباطا ما بين الدولتين اللي حصل خلاص بداوا يرجعوا يلعبوا مره ثانيه، او حتى برضه مشكله السعوديه والامارات حصل مشاورات ما بين قطر ومن جانب مع السعوديه والامارات من جانب اخر علشان المشاركه في خليفه، فبعض الاوقات السياسه طيب بتتدخل في الرياضه، ولكن هي المشكله في حاجه، ان احنا حاليا قطر يعني هتنظم منظمه كاس العالم للقارات، ماذا لو كان الاهلي او الزمالك فازوا ب عفوا كاس عالم الانديه يعني نظمته اوريدي، فماذا لو كان الاهلي والزمالك فازوا بدوري ابطال افريقيا؟ كان ساعتها هنغيب عن كاس عالم الانديه. ماذا لو طيب بعيدا عن ماذا لو استاذ محمد، هو قانونيا هل من حق الزمالك يعترض على مكان اقامه المباراه دي اصلا في القانون؟ انا ما يعني ده اللي عايزين نفهمه. لا لا لا، مش من حقه في اللائحه، لا يوجد في اللائحه ما يمنع ان الاتحاد الافريقي يسند المباراه لاي دوله حتى لو خارج القاره الافريقيه، ولا يوجد ما يؤيد قرار الزمالك، ما دي برضه مشكله مكان اخر، لا يوجد يؤيد. هنا بقى السؤال، هل هيتم توقيع عقوبات حال استمر الموقف على ما هو عليه برضه؟ بالطبع، في حاله عدم حضور نادي الزمالك مباراه السوبر يغيب عن كافه البطولات الافريقيه ومشاركه في كافه البطولات الافريقيه لمده 3 مواسم.
فبالتالي ده خطر كبير جدا على نادي الزمالك من ناحيه تسويقيه، من ناحيه كمان استقرار اللاعبين، لان اللعيبه بعد كده مش هتلعب في نادي الزمالك، لعيبه هتقول لك لا انا عايز اروح العب في نادي بيشارك افريقيا. فبالتالي طبعا دي هتبقى مشكله كبيره جدا على نادي الزمالك، ويجب هنا نادي الزمالك يدرس الامر كويس جدا بعيدا عن الشو وبعيدا عن فكره العنتريه. لا، محتاجين الموضوع يكون فيه اكثر هدوءا، ونفكر ازاي ان احنا ممكن نحل الموضوع ده بشكل اكثر هدوءا من الموقف الحالي لنادي الزمالك، وده اللي نتمناه جميعا. بنشكرك استاذ محمد مصطفى الصحفي بموقع يلا كورة على التوضيحات دي. تعتقد انه إدارة نادي الزمالك هتستمر في الموقف ده، ولا ربما الأيام اللي جاية؟ أعتقد الأيام اللي جاية هتكشف برضو تطورات كتيرة، وإحنا بنتابع وهنشوف الموقف ممكن يوصل لفين.